الاهلي سيبيان الاعتماد على الكرات القصيره وتمرير الكره للمدافعين. تمشي كره ممتازه جدا من علي بريكي ناحيه اسامه عبيد، اسامه عبيد يوزع بالسيرج هدف ثاني ممتازه اسامه عبيد وفيني بونغونغا يحقق ويجسم الهدف الثاني لصالح النجم الرياضي الساحلي. شوفوا الاعاده، شوفوا التمريره، شوفوا الكره، القصير المكير المميز اسامه عبيد صاحب الهدف الاول، كورته بالساقه اليسار ناحيه ناحيه اقدام فيني بونغونغا في شباك خاليه، شباك فارغه، يقول له حط الكره في الفيليه يا فيني، معلن الهدف الثاني لصالح النجم الرياضي الساحلي في توقيت 56 دقيقه لعب لتوال اثنين. المستقبل لا شيء،